بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بحضراتكم مشاهدينا واهلا بكم حلقه جديده من مصر جميله. زي ما بنتكلم دايما وبنقول انه في كل حلقه جمال مصر جمالها في كل حاجه موجوده فيها. بنتكلم على السياحه، بنتكلم على الشعب المصري، بنتكلم على الامل والتفاؤل اللي موجود باستمرار، بنتكلم على خطوات جديده بتاخدها مصر باذن الله لبناء مصر حديثه ومصر جديده، وكل اللي بنتمناه واللي ولادنا كمان بيتمنوه. انت لما بتتحاور مع ابنك سواء سنه صغير او سنه كبير بيقولك انا بحلم ان بلدي تبقى احسن بلد في الدنيا. كمان الحاله الجميله اللي بتحصل النهارده في مدارسنا مع النشيد الوطني ومع تحيه العلم ومع النشيد الصاعقه اللي موجود شيء مفرح وشيء سعيد، وده اللي احنا بننادي بيه من زمان، فكره الانتماء والوطنيه، واولادنا يحسوا بقد ايه مصرنا حبيبتنا مصر جميله دايما. بهؤلاء الاولاد اللي هيطلعوا يعرفوا قيمه هذا الوطن اللي بيتعلموا من خلاله. النهارده انت بتبس جواه روح من الوطنيه، بتبس جواه قوه، بتبس جواه انه انت من فضلك اعرف هذا البطل اللي ضحى بحياته، ضحى بحياته ليه؟ وايه اللي بيحصل في هذه المنطقه اللي هي في سيناء؟ والنهارده انت شايفه ازاي؟ وتقدر تقول عليه ايه؟ وتكتبه مواضيع تعبير تتعبر عن اللي جواك، عن اللي بيحصل من ابطالنا في سيناء، ابطال القوات المسلحه وابطال الشرطه اللي موجودين النهارده وبيخوضوا حرب كبيره جدا. مش هنبطل نتكلم عن العمليه الشامله سيناء 2018، مش هنبطل نتكلم على البطولات اللي بيسطروها رجال قوات المسلحه ورجال الداخليه في كل مكان الحقيقه، ومش هنبطل نقول قصص وروايات هؤلاء الابطال الشهداء اللي ربما بيفتقدهم اهاليهم اولادهم، لكن فكره العظمه والشموخ بتاعه الاوطان بتتبني من اولادها زي ما احنا بنشوف وبنسمع. ببقى سعيد جدا وانا موجود على مواقع التواصل الاجتماعي وبتفرج على هذه القصص. شيروها، اعملوا لها لايك، كتروا منها، خلي ولادكم يقروها ويعرفوها. الاناشيد اللي موجوده النهارده، انا واحد من الناس ببقى مبسوط جدا لما بسمع ابني انه هيطلع يقول نشيد الصاعقه فاصحابه يردوا عليه، حاجه في منتهى الروعه وفي منتهى العظمه. خلينا نستمر بهذا لانه بالتاكيد مصر بتتولد واحنا مولودين مولوده جوانا وده وطننا. فكره ان احنا نستمر وفكره انه نقدر نحارب كل الافكار الشيطانيه اللي بتجيلنا من بره، وانه انت هتلاقي شغل ولا مش هتلاقي، البطاله، التعليق، الكلام ده كله بايدينا احنا نغيره. مصر اخذت الخطوه واخذت المبادره، ده بيحصل النهارده. في قرارات كانت متاخره كتير النهارده بتتاخد، النهارده بقى عندنا طموح وامل وسقف الطموح عالي. خلينا على ده، نتمنى يا رب الصحه والسلامه لحضراتكم، ونتمنى يا رب دايما مصر تفضل كبيرة وتفضل بخير بإيدين ولادها من قواتنا المسلحة وقوات الداخلية وبإيدين المواطنين اللي بيفكروا وبيشتغلوا بجد وبيأدوا اللي عليهم. النهاردة هنتكلم على من ضمن التفاؤل والأمل، هنتكلم على نصيب مصر من السياحة الأسيوية الصينية والصين واليابان، وبنتكلم على المنطقة دي. المنطقة دي بقى فيها أرقام جيدة الحقيقة. لو اتكلمنا على الأرقام زي ما موجود عندي في التسع شهور السابقة في الموسم السابق ل 2017، احنا بنتكلم على 456 ألف سائح. رقم بالنسبة لدولة زي مصر ما هوش كبير، لكن فكرة فتح الباب للسياحة الأسيوية ده جزء مهم جدا. زي ما بنقول دايما، امتى ترجع السياحة الروسية، الطيران الروسي هيرجع امتى، بنعمل احتفال، الكلام ده كله. النهاردة احنا محتاجين دول، لانه هذه المنطقة تحديدا من العالم هي بتهتم قوي بالسياحة الثقافية وخاصة اليابان. ولما اقول لحضراتكم في الاحصائية دي انه 456 الف سائح من دول اسيا واستراليا، فيهم دول بيمثلوا 137% من اجمالي السياحة اللي دخلت في التسع شهور اللي فاتوا، يعني بحوالي تقريبا بنسبة عامة كده 8% من اجمالي الحركة السياحية على مستوى العالم. هنا في تغير في قبلة ووجهة السياح على في نصيب السياحة الأسيوية من الجزئية دي. دي مهمة قوي، ودي مهمة ان احنا نتكلم فيها النهاردة. في احصائيات كتير وفي ارقام الحقيقة بتدعو للتفاؤل والامل، وهيكون ضيفنا ان شاء الله في هذه الفقرة الكاتب الصحفي الاستاذ ابو بكر ابو المجد، متخصص في الشؤون الأسيوية، ونتكلم على العلاقات بين مصر والصين والعلاقات بين مصر واليابان
وايه الجديد في هذه العلاقات. اتكلم كمان مع حضراتكم 8 مارس هو اليوم العالمي للمرأة على مستوى العالم، وبنتكلم انه عندنا نماذج مشرفة في مصر، عندنا نماذج من المرأة شفناها على مدى التاريخ وبنشوفها في هذه الايام موجودة وبتثبت وجودها. النهاردة هيكون عندنا الأستاذة الدكتورة غادة عامر، اختيرت ضمن قائمة اهم 20 امرأة في العلوم والاكثر نفوذا وتأثيرا في العالم الاسلامي في مجلة من مجلة مسلم ساينز، ودي مقرها في الامم المتحدة، وهنتكلم معاها ازاي وصلت لهذا الاختيار وايه المجال اللي بتشتغل فيه الدكتورة غادة، وكمان هي بتفكر تفيد نفسها وتفيد بلدها ازاي بعد اختيارها في هذا الاختيار، وخاصة تكريمها في اليوم العالمي للمرأة. ده ان شاء الله هيكون بعد الفاصل مباشرة، بنتكلم على فعاليات كتير جدا في مصر جميلة. دي فقراتنا، نتمنى ان هي تحوز على اعجاب حضراتكم باذن الله. بعد الفاصل هلتقي واقوى امرأة وتم اختيارها في هذه المجلة مسلم ساينز في الامم المتحدة من أقوى 20 امرأة على مستوى العالم تأثيرا في مجتمعاتهم، دكتورة غادة بعد هذا الفاصل.